خص يلعبوا فيها الفاعل المحلي بدور كبير بالإضافة إلى المجتمع المدني على مستوى الإقليم تابلان. كتعرفوا جميع شفتوا الأرقام شفتوا بأنكم تكلموا على إقليم يعني في 89 جامعة بالإكاهات ديالها بالعزلة بالمشاكل ديال البنية التحتية. اليوم كنعيش بصحاري طبية يعني كارثة حقيقية اللي عشناها هذه سنوات في هذا الإقليم لمعاناة مع قطاع الصحي، ولكن اليوم كاين امل في الافق. الله سبحانه وتعالى غادي يعني هذيك المنطقه اللي تضررت وطنيه ودوليه وبريادتها عفوا كممارسين في المجال وكقوه اقتراحيه ساهمت بافكار مبتكره وتركت بصمه فريده في الحمايه مرورا بتحسين ظروف عمل الظروف الصحية وكذا ظروف استقبال ومعطاء وتسهيل وخروج العلاج وصولا إلى تعزيز مواد تمويل القطاع الصحي. وقد قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة، سواء التقدم الذي يعرفه الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية وكذا تأمين الموارد البشرية وتحفيزها، وهو أعرف من مجموع العاملين في القطاع الصحي. اللقاء اليوم كان لانضمته المنظمة الجهوية للصحة لأطر الصحة التجمعية، كان لقاء مهم جدا. تم فيه عرض منجز على مستوى البنية التحتية بالجهة البنية التحتية الصحية، وتم فيه كذلك التقاسم ديال مجموعه من التجارب اللي كتعلق بتحفيز ديال الاطر الطبيه، وهذه مساله مهمه جدا كنهنيهم عليها وكنشكرهم ونتمنى ان شاء الله انه تكون من بين المخرجات ديال هذا اللقاء الجهوي ان يتم يعني تجميع هذه التجارب اللي كاينه على مستوى الجهه من اجل التقييم ديالها، من اجل التجويد ديالها، من اجل البحث عن سبل جديده للشراكه، ومن اجل توحيد التصور ديال التحفيز للاطر الطبيه، لان هذا القطاع هذا من القطاعات الاجتماعيه اللي كيحتاج لهذا الموضوع هذا. ونتمنى ان شاء الله اننا نبلغوا له تصور موحد مشترك بين جميع الاقاليم ديال الجهه، ولما لا تكون المنظمه الجهويه لاطر الصحه التجمعيين حامله لهذا التصور وهذا المشروع هذا، ونقلبوا فيه على شراكات، وعلى راس الشركاء غيكون المجالس الاقليميه وكذلك مجلس الجهات تسمى ان شاء الله. المهم اللي هو موضوع الحكامه الشامله وكل ما يخص بالعمل التشاوري. اذا ليس هناك ترشيح اخر. هذه الثانيه السي بزران المرشح الوحيد. هل معناته تكون مجال العام السي بزران تشكيل مكتب؟ هذا اللقاء هذا اللي نظمته المنظمة الجهوية للتجمعيين بسوس ماسة تحت إشراف المنظمة الوطنية لأطر الصحة، بطبيعة الحال كان لقاء حول وسائل تنزيل المنظومة الصحية الجهوية بجهتنا سوس ماسة. وكان هذا اللقاء بطبيعة الحال كيضم البرلمانيين، حيث أن البرلمانيين هضروا على الدور ديال البرلماني في تنزيل هذه القوانين في ميدان في هذه القضية ديال الصحة بطبيعة الحال. وكان هناك تدخل مهم جدا ديال البرلماني السي الزيتوني في هذا الميدان هذا، ثم كان ايضا تدخل ديال المديره الجهويه اللي اعطتنا من الواقع ديال الصحه بالجهه والافاق ديال المسائل اللي خصها بطبيعه الحال للتنزيل بطبيعه الحال دائما في اطار التنسيق والتشارك بين وزاره الصحه الوصيه وكذلك المجتمع المدني والمنتخبون.